دلوقتي نروح مع حضراتكم، ويعني المتابعة المستمرة لفعاليات معرض الكتاب في دورته الـ54، وحضور كبير من قبل المواطنين من مختلف الفئات الحقيقة ومن مختلف المحافظات. كريم بيبرس موجود هناك وبينقل لنا أجواء اليوم في معرض الكتاب. مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير على متابعي برنامج التاسعة والقناة الأولى. النهاردة اليوم الثامن لمعرض الكتاب في نسخته الـ54. الحقيقة يمكن المعرض شهد زخم كبير جدا وإقبال كبير جدا جدا من المواطنين، يعني برغم ظروف الجوية الغريبة اللي كانت موجودة امبارح في اليوم السابع، إلا أنه عدد الزائرين للمعرض وصل لأكثر من 200 ألف زائر. بشكل عام خلال السبع أيام الأولى وصل لمليون ونص زائر للمعرض لمختلف الكتب المختلفة والقاعات المختلفة. المعرض المرة دي بيضم 53 دولة، وطبعا الأردن هي ضيف الشرف، ولكن يمكن الأهم هذه المرة يمكن من اللي أنا يعني رصدته في إقبال المواطنين هي الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللي ليها جناح خاص، ولكن المرة دي قررت أن هي تدي الجناح لطابع خاص، طابع مصري أصيل، وهو المصريين القدماء. بمجرد ما تخش معرض الكتاب من قاعة 3 وتخش على الهيئة المصرية للكتاب هتلاقي القاعة الخاصة بها والجناح الخاص بها فيها عبارات موجودة من كتب من المصريين القدماء. المصريين القدماء قد إيه اهتموا بالكتابة وأهمية الكتابة، وكمان شعارات من كتب مختلفة عن أهمية الكتابة وأهمية كمان القراءة، وقد إيه الكتب ممكن تحفظ التاريخ. وهو ده كمان اللي خلانا نتكلم عن يعني فكرة الحضارة المصرية القديمة اللي موجودة هنا في الهيئة المصرية العامة للكتاب. ولكن مش ده بس اللي بيقتصر عليه الحقيقه معرض الكتاب، معرض الكتاب كمان مليان فعاليات مختلفه، فعاليات للاطفال، فعاليات للكبار، ندوات مختلفه. النهارده اليوم الثامن للندوات ليها طابع خاص بالهويه وكيفيه الحفاظ على الهويه، ده جزء، وفي جزء كمان خاص بالمراه وكمان تاريخ المراه وازاي المراه ليها تاثير بشكل عام في عدد كبير من الندوات. كمان في جزء مهم جدا النهارده وهو جزء مكافحه الارهاب وكيفيه مكافحه الارهاب، ولكن مكافحه الارهاب ده كمان ليه نوع من انواع الكفاح الثقافي، كفاح الوعي، تغيير الوعي، وكمان مهم جدا من جزء من تغيير الوعي هي القراءه، القراءه هي الاهم، لانه كل ما نقرا التاريخ اكتر كل ما نقدر نعرف مستقبلنا اكتر. الحقيقه انه على مدار اليوم كمان بيكون في توزيع جوائز لمعرض الكتاب بشكل عام للكتاب، لبعض المسابقات اللي بتبقى موجوده. النهارده كمان كان في مسابقه لتوزيع الجوائز على بعض الكتاب الفعل اللي شاركوا في معرض القاهره في دورته الـ54. يمكن معرض الكتاب بشكل عام هو من اكبر المعارض اللي موجوده على مستوى العالم، اللي بتضم اكتر من 1074 ناشر في هذه الدورة، وكمان دول عربية ودول أجنبية الحقيقة مشاركين، بالإضافة طبعا للعديد من القامات والرموز الأجنبية والعربية اللي شاركوا بالفعل في يعني الندوات الثقافية المختلفة. كمان يمكن مقسم للجزء الخاص بالأطفال والجزء الخاص بالكبار والجزء الخاص الديني. مجرد ما تخش معرض الكتاب هنلاقي فيه لافتات إرشادية وحاجات توجه يوجهك للمكان اللي انت عايزه. كمان المعرض ليه تخفيضات كبيره جدا، في تخفيضات بتوصل الكتب اوقات ل 5 جنيه كمان، واوقات ل 10 جنيه، وتخفيضات ل 20 و30%، ودي تبقى فرصه كويسه جدا لدور النشر المختلفه ان هم يعرضوا الحاجات اللي عندهم ب يعني اسعار مخفضه. ده كويس للمواطنين اللي حابين يقتنوا وينهلوا من المعلومات بشكل عام في كل يعني المجالات المختلفه اللي هم حابين يعرفوا عنها. ودي كانت نظره عامه عن اليوم الثالث في معرض اليوم الثامن في معرض الكتاب في دورته الـ54. شكرا ليك يا كريم، والحقيقة أنه يعني الحدث الثقافي الأهم والأبرز لكل المثقفين ولكل محبي القراءة وهدية مصر للوطن العربي وللعالم. ويمكن معرض الكتاب المصري من أكبر المعارض بعد معرض ألمانيا في فرانكفورت، والإقبال الكبير اللي حاصل من الناس هناك، كل الناس بيروحوا في ايام مختلفه اجازات وغير اجازات بيتكلموا عن الاقبال الكبير اللي حاصل، اقبال الاسر المصريه على القسم الخاص بالاطفال، الندوات والفعاليات الموجوده هناك ومشاركه ادبائنا وفنانينا، وقد ايه هذه الندوات مبهره
وجاذبه جدا جدا للجمهور. الناس مش بس رايحه تشتري كتب، الناس رايحه تحضر ندوات وفعاليات هامه جدا، فنانين ومؤثرين على السوشيال ميديا يحبوا يشوفوهم عن قرب ويحبوا يسمعوهم، ودي حاجه جديده السنه دي في معرض الكتاب، وجود المؤثرين ومساله اهميه المؤثرين وازاي يعني يكونوا موجودين في الاطار الصحيح المناسب لينا انهم يكونوا موجودين داخل معرض الكتاب. ده شيء مهم جدا لانه السوشيال ميديا مهمه، لكن هي الفكره كيف نستخدم السوشيال ميديا وكيف يكون يعني أهمية دور المؤثر على السوشيال ميديا.